نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح وأبرزها استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية. وأكاديمية الشرطة نظمت ورشة العمل التدريبية الـ 35 الموجهة لطلبة الجامعات المصرية. كمان امبارح احتفالية خاصة لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في المجالات المختلفة بأكاديمية الشرطة. تفاصيل أكثر هنستعرضها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لفعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية اللي بتنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 ل 27/4 بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق اللي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة، فيما أسفرت نتائج فرد السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة، وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هاملت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة. امبارح نظمت أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي والإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وده بإجمالي عدد 61 متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث بيمثلوا عدد 22 دولة إفريقية وعدد 5 دول كومنولث. امبارح أيضاً نظمت أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورشة العمل التدريبية الـ 35 الموجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة، وده بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.